كلها. المساواة دي يا اخواتي مش هبة ولا منة مستنيينها من الرجالة، بالعكس ده حق من حقوقنا اللي بنكافح ونناضل عليه طول عمرنا لحد ما ان شاء الله هنبتدي ناخد حقوقنا. ليست صابرين هي الفريدة من نوعها في ترشحها للعمودية في مسلسل العمدة هانم، لكن يبدو أن نساء أخريات يرغبن في الترشح لهذا المنصب الذي هو حكر على الرجال منذ قرون. ناهد لاشين ابنة كفر صقر محافظة الشرقية هي من ترغب في الترشح لأسباب ذكرتها. الست حازت على كل المناصب إلا منصب العمدة، فكان من باب التغيير فقط، يعني إن احنا نحسس إن الست تقدر تخوض أي منصب أي في أي مجال. يعني كنت بعمل مؤتمرات، كان الأول كان لدعم الفريق السيسي وكان ندوات هنا في القرية، فمن كتر الاحتكاك بأهل القرية فحبوا يرشحوني كست للمنصب ده. يعني منصب العمدة منصب زي أي منصب، زي الدكتورة زي المهندسة وزي الوزيرة، فأنا طبعا الحمد لله تم إقناع أغلبية القرية مش كل القرية. هي الست الريفية دورها ضعيف شوية، بس أنا شايفة يعني من بعد الثورة بدأ يكون في حركة لكل الستات. عاملة إن شاء الله تشكيل مجلس إدارة اللي هو مثلا مجموعة من أهل القرية أو كبار عائلات القرية، إن إحنا بنجتمع كل أسبوع، إن كل عيل كل فرع في العيلة يكون في عيلته هو، يعني يكون هو مسؤول عن عيلته. بالنسبة للمرأة أنا عاملة مثلا بنقي ستات بارزات من القرية هنا، تكون مثلا من خلال ندوات من خلال مؤتمرات. وبالنسبة للشباب برضو إن شاء الله ناويين نعمل دورات تثقيفية ودورات، بحيث برضو إن إحنا نستغل عقول الشباب، لأن طبعا عقول الشباب كلها فكر وكلها حوارات بس مستغلة في طريق غلط. يعني في حاجات كتيرة في القرية عايزة لها شغل، بس مش هتكون لوحدي، لازم يكون في تعاون من أهل القرية معايا. لما عرضت موضوع فكرة الترشح للعمودية في البداية احنا رفضنا على اساس تقاليد والعادات الريفية، ولكن في الوضع الراهن بعد ثورة 25 يناير و 30 يونيو ظهر دور المرأة، وخاصة واضحا في الاستفتاء الدستور وانتخابات الرئاسية. في 23 من يونيو من العام الجاري قدمت ناهد أوراق ترشحها ورحب المسؤولون، وهكذا تخوض ناهد الترشح لمنصب طالما تفرد به الرجال، وخاصة أن من ينافسها في الترشح هم 4 رجال من أهالي قريتها. لا طبعا الراجل أحسن، الراجل أفضل طبعا. نجرب وجه جديد بقى، يمكن يعمل لنا مصلحة ولا يعمل لنا حاجة ولا كده. قبل العمودية برضه هي يعني مراعية ظروف الناس، واحنا موافقين اولا واخيرا عليها وبنشكرها ان هي شجعتنا كمان ان احنا ندور على حقوقنا. والنهارده ما فيش فرق بين راجل وست، المرأة بتدخل البرلمان يبقى ليه مش تكون عمدة؟ احنا بنرحب بيها، مرأة وراجل وعيل وبنت وست، كل البلد بترشح. بس اللي احنا طالبينه منها تحكم بعدل الله وبشرع الله ومش تتنافق مع اي حد. احنا مبسوطين جدا ان المراه المصريه ثبتت وجودها في المجتمع، ومبسوطين ومرحبين بالمدام نهى تكون عمده لينا. تترشح للعموديه عادي. نشوفنا الراجل عايزين نشوف الست هتعمل ايه؟ تشوف مشاكلنا وتشوف البلد فيها ايه غلط وتكون بصلاح ذلك. موافق طبعا، وهي لازم نديها فرصة زي ما ادينا الراجل. عايزين نحس بالتغيير في الفرق بين الرجل والست، عايزين يعني حسينا بالراجل، عايزين نشوف الست هتعمل ايه. من جديد، هل الفن يدفع الناس للتعلق بما يحكيه؟ أم نهد لها طموح يتعدى درام الفن إلى العمل في الحياة بواقعية تفرضها عليها العمدانية إن فازت بها؟